ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطلبات الفرقة التانية، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البلاد سبلاي أوف الانتستين، اللي هو بيكون الكرينيال ميزنتريك أرتري. الكرينيال ميزنتريك أرتري، أول حاجة ده الكرينيال ميزنتريك أرتري. الكرينيال ميزنتريك أرتري بيطلع لنا منين؟ بيطلع من عند الفنترال أسبكت أوف الأبدومنال أورتا، عند الفيرست لامبر فيرتبري. اول حاجه ده الكرينيال ميزنتريك ارتري، قلنا الاورجن بتاعه بيطلع منين؟ بيطلع لنا من الفنترال اسبكت والابدومينال اورتا عن الفيرست لامبر فيرتبري. اول حاجه بيطلع من برضو معانا عينه اهي الكرينيال ميزنتريك ارتري، بيطلع لنا من عند الفنترال اسبكت والابدومينال اورتا ات الفيرست لامبر فيرتبري. اول برانش معانا من الكرينيال ميزنتريك ارتري اسمه كودا البنكرياتيكو ديودينم. ده الديودينم بيطلع منه برانش رايح للديودينم اهو، ده برانش رايح للديودينم اسمه الكودا البنكرياتيكو ديودينال ارتري. الكودا البنكرياتيكو ديودينال ارتري بيحصل انستوموزيس بينه وما بين برانش تاني اسمه الكرينيال بنكرياتيكو ديودينم، بيطلع لنا من الهيباتيك. يبقى ده الكرينيال الكودا البنكرياتيكو ديودينم رايح للديودينم، بيحصل له انستوموزيس مع الكرينيال بنكرياتيكو ديودينم اوف الهيباتيك. بعد كده هنكمل، قلنا زي ما قلنا بعد كده في ايه؟ في كل البرانشات دي ماشيه على الجيوجينوم. ده الجيوجينوم بيبقى ماشي على الجيوجينوم، على الميزو جيوجينوم، من 15 ل 20 جيوجينال برانش، من 15 ل 20 جيوجينال برانش احنا مسلكين فيهم اهو في جزء منهم. الجيوجينال برانش بتمشي لنا فين؟ احنا سايبين الميزو جيوجينوم بتبقى عباره عن تو لاير، بيمشي ما بينهم الجيوجينال ارتري. يبقى الجيوجينال ارتري بيمشي بين التو بارت او تو لاير اوف الميزو جيوجينال. ده الجيوجينال ارتري اهو احنا مسلكين في جزء ما بينهم منهم. الجيوجينال ارتري بتعمل برانشنج وبتعمل ارش، فورمينج ارش مع بعضها، يعني دي اتفرعت ودي اتفرعت فعملوا حاجه اسمها ارش من تحت. يبقى ده الجيوجينال برانش كده. دي الجيوجينال، ده جيوجينال بيتقسم الاثنين اهو، وبيعمل لنا يجي يتقسم هنا ويعمل ارش. الجيوجينال بيبقوا حوالي من 15 ل 20 جيوجينال برانش. اللي هنا شايفينها دي جيوجينال ليمف نود، دي كده جيوجينال ليمف نود مع كل ارتري ماشي جيوجينال ليمف نود. يبقى زي ما شفنا كده على الجيوجينال في الجيوجينال برانش، قلنا عددهم طبعا من 15 ل 20 وبيمشي مع كل واحد الليمف نود الجيوجينال ليمف نود. تمام، هنكمل في الجيوجين. ده الكرينيال ميزنتريك. الكرينيال ميزنتريك هيدينا ايه الكرينيال ميزنتريك تاني؟ ده كده اللي ماشي على الدورزل، على الامبولا كولاي، ده نقول عليه الرايت دورزل، سوري الرايت كوليك. رايت كوليك، الرايت كوليك او بنقول عليه الدورزال برانش اوف الكوليك، او الدورزال كوليك برانش. الدورزال كوليك برانش ده بيوصل لحد تحت وبيحصل انستوموزيس مع حاجه اسمها الفنترال برانش او الفنترال كوليك. بس نعرف دلوقتي ان هو طلع لنا من الكرينيال ميزنتريك. ميزنتريك بيطلع منه بعد ما بيدي الكودال بنكرياتيكو ديودنال بيدينا ايه؟ بيدينا ده الرايت كوليك. الرايت كوليك هنا مش ماسك قوي في الكرينيال ميزنتريك، هنا واضح اهو ماسك في الكرينيال ميزنتريك ارتري من فوق، ده بنقول عليه الرايت كوليك او الدورزال كوليك برانش. رايت كوليك او دورزال كوليك برانش. قصاده من تحت بيطلع لنا واحد رايح للترانسفيرز كولون، رايح للترانسفيرز والديسندنج كولون اهو، ترانسفيرز والديسندنج، بيمشي على ترانسفيرز ويروح يغذي الديسندنج كولون، بنقول عليه الميدل كوليك. بيحصل له انستوموزيس مع الليفت كوليك اوف الكرينيال الكودا الميزنتريك ارتري. يبقى ده الرايت الميدل كوليك. ميدل كوليك تمام، يبقى ادي الميدل كوليك و ده الرايت كوليك الميدل كوليك. بعد كده الكرينيال ميزنتريك الكونتينويشن اوف الكرينيال ميزنتريك بيسمى ايه؟ يسمى اليو سيكو كوليك. اليو سيكو كوليك، اليو اللي هي بيدينا اليال برانش، وسيكو بيدينا سيكل رايح للسيكم، وكوليك بيدينا كوليك برانش. فين الاليال برانش؟ الاليال طبعا هيروح على الاليوم. ادي الاليوم اهو، ده الاليوم.
البرانش اللي رايح على الاليم بنقول عليه اليال برانش، ماسك في الميزو اليم، ده الميزو اليم، ده الاليال برانش، رايح يحصل له انستوموزس مع اخر واحد من الجيوجنال برانش، ده اخر واحد من الجيوجنال برانش رايح يعمل انستوموزس معاه، يبقى ده اللي يهمنا الاليال برانش. اليال برانش. تاني حاجه ايه السيكل بقى اللي معانا؟ في عندنا الميديال سيكل، هنا هنشيل ده كده عشان نوضح الميديال سيكل، اللي داخل ده على الميديال سيكم، ده بنقول على الميديال سيكل، ده الميديال سيكل من فوق هنا كده، ادي ده الميديال سيكل اهو، ده الميديال سيكل. بعد كده في اللاترال سيكل، اللاترال سيكل بيمشي على ايه؟ بيمشي على الليجامنت، على السيكوكوليك ليجامنت، ماشي مع السيكوكوليك ليجامنت اهو، ده السيكوكوليك ليجامنت اللي احنا قلنا عليه، وده اللاترال سيكل، اللاترال سيكل بيمشي على اللاترال، ادي السيكوكوليك ليجامنت اهو يا شباب، ما بين السيكوم وما بين الكولون، السيكوكوليك ليجامنت ماشي عليه، يبقى ده اللاترال سيكل، ده الميديال سيكل ماشي على الميديال، ده الاليال. في عندنا ايه؟ ناقص الكوليك برانش، الكوليك برانش نقول فاضل الكوليك برانش ماشي على الفنترال بارت اوف الكولون، ده الفنترال بارت الرايت وده الليفت، فنترال بارت اوف الكولون، ده بيقول عليه، بنقول عليه يا اما نقول عليه الفنترال كوليك يا اما نقول عليه الكوليك برانش، بيروح يغذي الفنترال بارت اوف الكولون، بدل كوليك برانش او الفنترال كوليك. ده كان مين؟ ده الدورزال كوليك. زي ما شفنا الليجامنت تاني، ده اللي هو السيكو كوليك ليجامنت، وده واضح معانا جدا ما بين الاليوم والسيكوم، ده اليوسيكال ليجامنت. دي بالنسبه للكرينيال ميزنتريك ارتري. نقوله بسرعه تاني، الكرينيال ميزنتريك في عندنا اول حاجه بتطلع من الكرينيال ميزنتريك رايح للديودينم، الكودا البنكرياتيكو ديودينال ارتري، كودا البنكرياتيكو ديودينال رايح يغذي الديودينم. تاني حاجه معانا اللي هو بيطلع ميدل كوليك، و ده اللي هو رايح للترانسفيرس، ده سوري الرايت كوليك، ميدل كوليك رايت كوليك رايح على الرايت دورزال، والميدل كوليك رايح على الترانسفيرس وبيروح يغذي الديسندنج، ويحصل انستوموزس مع الليفت كوليك اللي جاي من الكيرودال ميزنتريك ارتري. كمل كايه؟ يكمل كاليوسيكال، اليوسيكو كوليك اللي رايح على الاليم اليال، والسيكوم ليه اتنين، اللي رايح ناحيه الميديال ده الميديال سيكل، واللي ماشي على الليجامنت ده اللاترال سيكل، وبعدين الكوليك برانش او الفنترال كوليك، فنترال كوليك. نشوف الحاجات على العينه دي برضو، ده كده ما بين ده وده، ده السيكو كوليك ليجامنت، هنا ده مين؟ ده الدورزال او دورزال كوليك او الايه الرايت كوليك، ده الفنترال كوليك، ده الاليال، ده اللاترال سيكل، واللي ماشي جوه ده سوري ده الميديال سيكل وده اللاترال سيكل، وقلنا ده الكودا البنكرياتيكو ديودنال ارتري، واللي قلنا البرانشات اللي ماشيه في الجيوجنوم دي اللي هي الميزو جيوجنوم دي جيوجنال برانشز. بعد كده هنقول الكودا الميزنتريك ارتري، الكودا الميزنتريك ارتري بيطلع من الفنترال اسبكت اوف الابدومينال اورتا عند عند الفورس لامبر فيرتبري عند الفقره الرابعه، المفروض بيدينا تو برانش، ليفت كوليك بيبقى حوالي من 3 ل 5 برانشز، والكرينيال ريكتال، الريكتال طبعا مش موجود معانا فمش هنقدر نقول ان الكرينيال ريكتال برانش من دول، دي البرانشات اللي بيديها اللي بتروح للكولون ديسندنج كولون، بنقول عليها الايه الكودا الليفت كوليك برانش، بيبقى من حوالي من 3 الماشيه في الميزنتري دي اللي هي الليفت كوليك برانش، دي كده الليفت كوليك برانش، شايفين معانا اهي دي الليفت كوليك برانش، حوالي من 3 ل 5 الليفت كوليك برانش، دي الليفت كوليك برانش تبقى من حوالي 3 ل 5 ماشيه في الميزنتري بتاع الديسندنج كولون، وبتبقى من 3 ل 5 برانشز زي ما احنا شايفين كده، دي الليفت كوليك. طبعا الريكتم زي ما قلنا مش موجود معانا في العينه، فمش هنقدر نقول ان واحد من دول هو الكرينيال ريكتال. شكرا.